استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي وصل إلى البلاد في زيارة عمل للسلطنة استغرقت يوما واحدا. وقد أجريت لفخامة الرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية، فلدى وصول الموكب المقل لفخامة الرئيس الإيراني إلى ضيافة قصر العالم العامر، كان جلالة عاهل البلاد المفدى في مقدمة المستقبلين والمرحبين بفخامة الرئيس الإيراني. وتأتي هذه الزيارة تعزيزا للتعاون الثنائي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرصا من قيادتي البلدين على الارتقاء به نحو المزيد من تطلعات الشعبين الصديقين. وكان في وداعه بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين.